إذن هكذا أيها الحبل الكريم نسير مع ثامن الأشواط الصباحية وانطلاقة أخرى وتواصل آخر، وهو الشوط المخصص للأبكار، حيث تنطلق فيه الأبكار ويسير بن سلومة يقدم لنا شواهين حمد بن سعيد بن سلومة الخاطري إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تصل شوق صالح بن راشد العويسي يحتل الآن المركز الثاني، أما المركز الثالث تتقدم صوغة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم لنا صوغة على المركز الثالث، أما المركز الرابع تصل من خلاله أيها الحبل الكريم ها هي فن سهيل بن سعيد بن عبيد الكتبي، والمركز الرابع من الجانب الآخر والخامس مسري بن سالم العرطي أو محمد بن عتيج بالعرطي الحميري من الجانب الآخر، حيث تتقدم النصيبة إلى المركز الخامس وإلى المركز الثاني. هذه النتيجة يا الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء، ونعود إلى بن سلومة، نعود إلى بن سلوم وعلى عساك دائم سالم هناك في مقدمة الشوط مع شواهين، مع شواهين حمد بن سعيد بن سلومة الخاطري، ما شاء الله يتقدم راعي السوان، يتقدم إلى المركز الأول، يبغي الفوز والعنوان لهذا الشوط بأن يكون لشواهين ولشعارة، خاصة في هذه الانطلاق المركز الثاني النصيبة لمحمد بن عتيج بن سالم بالعرط الحميري، المركز الثالث شاهينية محمد بن راشد بضبعة الاجتماعي، والمركز الرابع هذه اللي وصلت ترف خليفة بن خميس العمري يحتل المركز الثالث، لكن عودة للبداية ما شاء الله الشاهينية الشاهينية الشواهين شواهين فارضة نفسه وأمورها على مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله، كلموها كلموها وانطلقت هذه الشاهينية هذه الشواهين تسير مشاهدين الكرام لتعلن الفوز والانتصار في الناموس الصباحي في ميدان الدستور لسباقات الأجن. هنا في شوطنا الثامن تقدمت شواهين لتهدي هالي السوان، أحلى تحية وأحلى ناموس صباحي تقدم شواهين مشاهدين الكرام لمالك حمد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري، تهانينا والناموس ودمت سالما يا بن سلومة. المركز الثاني خليفة بن خميس العمري، المركز الثالث محمد بن عتيج بالعرطي، والمركز الرابع هذه فن سهيل بن سعيد بن عبيد الاجتبي مشاهدينا الكرام، والخامس محمد بن رايد بالضبع. 3 دقائق ثانيتين وتوقيت الزمني، تهانينا والناموس.